السلام عليكم. وثائق سرية خطيرة للغاية توضح بأن إسرائيل تجهز بشكل خطير جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات لتدمير المفاعلات الإيرانية بشكل حقيقي وواقعي، وبأن الأمر ليس فقط موجودا على المستوى الإعلامي. وطبعا هذه الوثائق هي من الوثائق التي سربت من قبل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وكانت طبعا من قبل شخص ألقي القبض عليه، وهذه الوثائق تسببت بالكثير من المشاكل. هنا نتحدث عن ثلاث وثائق قامت يدعوت أحرنوت الإسرائيلية بالكشف عن تفاصيلها. لم تنشر هذه الوثائق، ولكنها نشرت جزءا من هذه الوثائق تحديدا التي تظهر الكثير من التفاصيل المرتبطة بتقييمات الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأمريكية لتوجيه ضربات مرتبطة بالمفاعلات النووية الإيرانية مباشرة. وطبعا هنا الحديث كما تحدثنا ثلاث وثائق، وثيقة واحدة صدرت في فبراير من هذا العام، ووثيقتين صدرتا أساسا في شهر يناير من هذا العام أيضا، كلها مرتبطة كما تحدثنا بضرب وتدمير المفاعلات النووية الإيرانية. بالنسبة للتقرير والوثيقة التي صدرت في فبراير، هي مؤرخة في 23 فبراير، تحدثت بأن قبل 3 أيام أي في 20 فبراير كانت إسرائيل قامت بتدريبات سرية وخاصة لتوجيه ضربات ضد المفاعلات النووية، والواضح أن هذه التدريبات كانت لمفردها على الأقل كما ذكر من قبل هذه الصحيفة مما نقلته من هذه الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك بأن الوثيقتين الأخرى التي صدرت في شهر يناير، واحدة منها من هذه التقييمات تحدثت بأن هي كلها كانت عبارة عن تدريبات سرية، ولكن واحدة من التدريبات كانت بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وقوة كبيرة من القوات الأمريكية، قوة كبيرة أمريكية كانت مشاركة بحسب هذه التقييمات في عملية توجيه ضربة مباشرة ضد المفاعلات النووية. والمشكلة بحسب هذه التقييمات التي نتحدث عنها عندما نتحدث عن شهر يناير، وعندما نتحدث كذلك عن 20 فبراير والثالث 23 فبراير، هذا كله يأتي بسبب أن التقييم الإسرائيلي في ذلك الوقت هي والتقييم الأمريكي طبعا بأن إيران تقترب من مسألة أن تتعدى الخط الأحمر الذي وضعته إسرائيل في مستوى تخصيب وعلى مستوى تخصيب اليورانيوم، الذي سيمكن إيران طبعا في نهاية المطاف من الوصول إلى القنبلة النووية. والمثير أن في نهاية شهر فبراير من هذا العام وبداية شهر مارس طبعا كنا أمام أنباء خطيرة بعد عمليات تفتيش قادمة من عدد من المفتشين الدوليين وحتى مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين أكدوا بأن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم في نقطة معينة وبلحظة معينة من 60% إلى 83.7% على بعد 6.7% تقريبا أو 6.3% تقريبا من الوصول إلى التخصيب، بنسبة 90% التخصيب العسكري الذي يمكن إيران من الوصول للقنبلة النووية. وهذا ما أدخل المنطقة بأكملها في نقطة حرجة، ودخلنا في حبس الأنفاس، ودخلنا في مسألة بأن من الممكن لإيران أن تتعرض إلى ضربة في أي لحظة لتدمير المفاعلات النووية. وهنا توضح هذه الوثائق بأن إسرائيل كانت في تدريبات سرية تستعد لهذه المسألة، بل إن المشكلة بأنهم لا زالوا مستعدين لتوجيه هذه الضربة، حيث إن هذه الوثائق تتحدث بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبقي الأمور على مسافة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو لا يعلمهم أساسا بكل شيء، بل إنه يحضر نفسه لتوجيه ضربة مباشرة على المفاعلات النووية لوحده إن لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في هذه المسألة بحسب طبعا هذه الوثائق. وحتى إن CIA بحسب أيضا هذه الوثائق كانت قد تحدثت بأنهم لا يعلمون ما هي النوايا الأخيرة للحكومة الإسرائيلية الحالية في مسألة توجيه الضربة، ما هي الخطة المستقبلية، أين ومتى سيضربون هذه الضربة. كل ما يعرفونه بأن إسرائيل وما أعلنته على العالم طبعا وأصبح واضحا للجميع آنذاك بأنها قالت بأن إيران لو خصبت اليورانيوم بأكثر من 60% فتوقعوا منا ضربة في أي لحظة، لكنهم لا يعلمون ما هي الخطة فعلا. ومع ذلك وضعوا تقييما لمسألة الضربة الإسرائيلية المتوقعة على المفاعلات، وقالوا بأن على ما يبدو أن إسرائيل وأن نتنياهو ينتظر أن يرى ما الذي سيكون قادما من رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي طبعا زار إيران في ذلك الوقت عندما اشتدت الأمور وعندما رفعت إيران التخصيب اليورانيوم إلى 83
5.7% طبعا، وهي وضحت بأن نتنياهو ينتظر ردة الفعل الأمريكية على ما سيصدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال التعاون طبعا مع إيران مباشرة. أيضا النقطة الثانية التي تعتمد فيها إسرائيل على تقييم الموقف لتوجيه هذه الضربة التي ممكن أن تأتي في أي لحظة، هي إن قرر المرشد الأعلى الإيراني من التخصيب العسكري، رفع تخصيب اليورانيوم والوصول للقنبلة النووية، سنكون نحن أمام لحظات صعبة في توجيه هذه الضربة. لكن في نفس الوقت هذه الوثائق وضحت بأن نتنياهو يعاني نوعا ما في الداخل، وأن قوته نوعا ما تضعف بعد كل التظاهرات التي جرت في إسرائيل في مسألة القضاء طبعا التي عانى ما عانى منها، وبأن هنالك طيارين عسكريين في سلاح الجو الإسرائيلي نوعا ما أوضحوا تمردا، بل بالفعل كانوا على المستوى العلني تمردوا عليه، وبمعنى آخر بأنهم لن ينفذوا الأوامر التي طلبها منهم. ولكن الوثائق بشكل عام تتحدث أن إسرائيل على أتم الاستعداد للقيام بضربة لمفردها من دون الحاجة للولايات المتحدة، ولكن أيضا الولايات المتحدة حاضرة في يناير في تدريب كبير، وهي قد تكون أكثر استعدادا لتوجيه هذه الضربة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها مشكلة حقيقية مستمرة مع إيران، وهذه المشكلة هي مرتبطة بارتباط إيران بروسيا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. فروسيا ممكن أن تساعد إيران للوصول للقنبلة النووية وتخصيب اليورانيوم بمستوى عال وعلى مستوى أسرع حتى من التقييمات الأمريكية أو التقييمات إسرائيلية في قدرة إيران للوصول للقنبلة النووية طبعا، وهذا يخالف الشرط أو حتى الوعد الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن من وعوده الانتخابية الواضحة ولإسرائيل وللمنطقة بأنني لن أسمح لإيران بالوصول للقنبلة النووية. ممكن لروسيا أن تقلب هذه المعادلة بسرعة، بل بالإضافة إلى ذلك أن إيران تساعد روسيا في الداخل الأوكراني في مواجهة حلف الناتو بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الذين طبعا يستثمرون كثيرا في أوكرانيا لكي تتمكن أوكرانيا من صد الهجمات التي تأتي طبعا ضدهم من قبل روسيا بشكل مباشر. وهناك تطور مثير في 48 ساعة الماضية، أعلنت إيران عن هذا الصاروخ الذي ترونه أمامكم، وهو سديد 365، وهو عبارة عن صاروخ يصل مداه إلى 8 كيلومترات، مضاد للدروع، يستهدف الدبابات والمدرعات ويدمرها. وتلاحظ عند انطلاقه بأن هذا الصاروخ على عكس كل الصواريخ المضادة للدروع يرتفع إلى الأعلى وبعدها يهبط إلى هدفه ويستهدفه بهذه الطريقة، وهو يستهدف النقطة الأقل تدريعا الأكثر ضعفا في الدبابة بهذه الطريقة. هي طريقة غير عادية، طريقة جديدة يقومون بها الإيرانيين بهذه التدريبات طبعا بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. وطبعا تحدث التسنيم ووكالة التسنيم قالت يتبع الصاروخ مسارا باليستيا لإصابة الهدف على عكس الطريقة التقليدية للصواريخ المضادة للدروع. هو أمر فريد من نوعه وممكن أن يشكل مفاجأة ومباغتة كبيرة للدبابات إن واجه طبعا الدبابات. وهنا المسألة المثيرة في هذه القضية بأن كانت هنالك صورة من تدريبات لهذا الصاروخ الذي نتحدث عنه، الإيرانيين نشروها بهذه الطريقة إلى نقطة القيادة أو الكنترول للتحكم بهذه الصواريخ والإطلاق، وكان بشكل مثير واضحا هنا لم يقوموا بتغطية هذا الأمر الإيرانيين. لا نعلم هل هو مقصود أم غير مقصود، ولكنك ستلاحظ أن الإحداثيات موجودة، وبأن الارتفاع الذي كان يطير عليه أو يطير على أساسه هذا الصاروخ المضاد للدروع يعني يحلق على مسافة واضحة أمامكم هنا. وإذا ما ذهبنا إلى هذه الإحداثيات لنرى إلى أين سنصل بالتحديد، فإننا سنجد أنفسنا فجأة بالهبوط إلى إيران بالاعتماد على هذه الإحداثيات الواضحة من التدريبات، ستجد نفسك أنت فوق هذه النقطة تماما، أي أن الصاروخ كان يحلق فوق هذه المنطقة. والمثير هذه المنطقة ابتعدت قليلا منها وتوجهت إلى اليمين بالقمر الصناعي، فستجد نفسك أنت أمام واحدة من أشهر القواعد للطائرات المسيرة على الإطلاق في إيران، ألا وهي قاعدة كاشان. وهذه القاعدة وتحديدا هذه النقطة اشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة وتحديدا في منتصف العام الماضي. هذه الجهة تحديدا كانت قد نشرت الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا CNN الاستخبارات الأمريكية نشروا هذه الصورة التي ترونها لنفس النقطة التي ترونها طبعا، لأن في شهر يونيو من عام 2022 كانت هنالك زيارة لوفد الروسي كما تلاحظون، كما عرفتها الولايات المتحدة. جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي تحدث عن هذه المسألة، كان هنالك وفد روسيا جاء ليطلع على الطائرات المسيرة لأنهم يريدون استخدام الطائرات المسيرة
الطائرة الإيرانية في الداخل الروسي، والسي إن إن كانت قد نشرت التفاصيل في 15 يوليو من عام 2022. وطبعا بعد هذه الزيارة وجدنا طائرات المسيرة وهي تحلق في الداخل الأوكراني، وبالتالي نحن أمام تدريبات في مسألة مرتبطة بصواريخ مضادة للدروع باليستية جديدة غريبة من نوعها فعالة كما تتحدث إيران. وفي نفس النقطة التي زاروها الروس طبعا والتي تحصلوا من خلالها على الطائرات المسيرة، وبالتالي علينا لا نستغرب إذا ما وجدت هذه المنظومة طريقها إلى الأرض الأوكرانية، مسافاتها جيدة، إمكانياتها غريبة وقوية وفعالة، وخاصة أن الأوكرانيين يستعدون للقيام بهجوم كبير أساسا بالدبابات في الفترة القادمة في الصيف القادم. نتحدث عن دبابات أبرامز ليوبارد 2 الألمانية وكذلك تشالنجر 2 البريطانية التي ستستخدم فيها صواريخ وطبعا قذائف اليورانيوم المنظم التي أثارت الكثير من الجدل، وبالتالي هذه المنظومة قد تكون حاضرة. يجب أن لا نستغرب في مواجهة مثل هذا الهجوم بهذه الدبابات، وأساسا الروس يستعدون بشكل كبير ويأخذون الأمر على محمل الجدية مما هو قادم من قبل الأوكرانيين، لأنها أسلحة ليست بالعادية، وبأن الأوكرانيين يهدفون لخطة كبيرة. وكانت هنالك تفاصيل جديدة نشرت من قبل Critical Threats South Front الروسية كذلك، وتحدثت بأن القوات الروسية بدأت تأخذ احتياطاتها في الاستعداد لهجوم ممكن أن تتعرض له. هم في الحقيقة تحدثوا بأن هنالك تقدما لنقطة معينة، ولكن هذه النقطة المعينة واضح بأن فيها تحضير للهجوم الأوكراني، وخاصة ونحن نتحدث عن باخموت، فالجميع يتحدث عن أنها ستكون في جنوب أوكرانيا هذا الهجوم في الصيف على بحر أزوف، ولكن الروس يستعدون حتى في باخموت لأن قد يكون هنالك هجوما عليهم هنا في هذه النقطة المحترقة طبعا. وبالتالي الحديث من Critical Threats كانت قد تحدثت بأن التقدم الذي يأتي من القوات الروسية هنا كما تلاحظون هو يأتي على هذا الطريق الذي ترونه باللون الأصفر هنا، الذي يمتد من هذه المنطقة الشمالية لباخموت مباشرة إلى بريفيليا، وبأنهم فعلا تقدموا من خلال هذا الطريق إلى بريفيليا من أجل طبعا السيطرة ومهاجمة هذه المدينة. ولو لاحظنا من خلال التضاريس لهذه المنطقة واضح أن القوات الروسية تحاول السيطرة على هذه المرتفعات الخاصة بها، وقد لا يكون من مصلحتها أن تتجه إلى بريفيليا للسيطرة عليها، لأن القوات الأوكرانية موجودة على هذه المرتفعات وممكن أن تضعها تحت نقطة خطرة وتصبح تحت رحمة النيران الأوكرانية، وبالتالي القوات الروسية واضح بأنها تريد السيطرة على هذه المرتفعات وتريد السيطرة أيضا وإحاطة هذه المدينة كما اعتدنا خلال هذه الحرب بالسيطرة على المرتفعات التي تكون مطلة على بريفيليا، وبالتالي بريفيليا تسقط من دون أي معركة، يسيطرون عليها بسهولة بهذا الشكل. ويجب أن ننتبه بأن هنا هناك قناة هنا مهمة وهي قناة دونتس التي ترونها أو دونيتس بهذا الشكل. هذه القناة كانت هنالك تفاصيل مثيرة بأن القوات الأوكرانية إلى الغرب من هذه المدينة تقوم بعملية تحشيدات، وهذه التحشيدات تهدف للقيام بهجوم على الجناح الشمالي لمدينة باخموت. هنا هم يحاولون الضرب هذا الجناح الشمالي الذي تتواجد فيه القوات الروسية وتسلمت طبعا المهام من قوات فاغنر، تحاول ضرب هذه النقطة والتقدم وبالتالي تضرب جميع هذه القوات الموجودة من القوات الروسية أو من قوات فاغنر في عملية الإحاطة، وبالتالي لن تتمكن من فعل شيء القوات الروسية في الهجوم على باخموت، وهذا ما سيفتح لهم الباب طبعا من الاستمرار في الإمدادات الناجحة من كوستانتينيفكا إلى تشازفيار بالنسبة للقوات الأوكرانية وإمداد خطوط الدفاع، وبالتالي لن يكون هنالك إطباقا من قبل القوات الروسية إذا تحقق النجاح في هذا الهجوم. ولو نلاحظ أن القوات الروسية بالمناطق التي تسيطر عليها من التضاريس بحسب هذه الخريطة هم يسيطرون على هذه المرتفعات بأكملها، مسيطرين بشكل جيد على هذه النقاط، يسيطرون على المرتفعات للبقاء على مستوى ويسيطرون على المستوى الناري على هذه المناطق، وبالتالي لن تتمكن القوات الأوكرانية أو على الأقل سيكون من الصعب عليها التفكير في القيام بهذا الهجوم لضرب هذه النقطة الشمالية من مدينة باخموت. لاحظ صعوبة الموقع، وخاصة أن في باخموت قد أعلنت القوات الروسية أساسا Critical Threats وSouth Front تحدثت عن هذه المسألة بأن القوات الروسية أدخلت دبابات T-90 إلى داخل شوارع باخموت، يعني أن شوارع باخموت تتحمل دخول دبابات في هذه المعركة، وقد
تهدف أوكرانيا إلى الاندفاع بسرعة إلى إدخال هذه الدبابات لأرض المعركة، كانت للشمال إن كانت للجنوب، ولكن واضح القوات الروسية تستعد بشكل كبير حتى لمسألة مهمة، أن السيطرة على بريفيليا التي تحدثنا عنها هي نقطة حساسة. لاحظ الطريق الذي تحدثنا عنه بالنسبة للقوات الروسية، إنها بمجرد ما تسيطر على هذه النقطة المرتفعة هي أيضا ستفتح الباب مهما جدا للمستقبل لهذا الطريق الممتد، ألا وهو MO3، أن يتقدمون إلى سلوفيانسك أو حتى إلى كراماتورسك، وبالتالي ليست فقط للدفاع وإنما للتهيئة للمستقبل بالنسبة للقوات الروسية. وبالتالي استعدادات كبيرة، أي صاروخ مضاد للدروع مهم إيراني مثل سديد 365 سيكون مهما في التصدي لهذه الدروع ولهذه طبعا الدبابات. وأيضا في نفس الوقت لأن الأوكرانيين لا يكتفون في مسألة التهيئة للحرب هنا، بل هم يضربون العمق الروسي بشكل عنيف. كانت هنالك تفاصيل في 24 ساعة الماضية لانفجار خطير كان قد جاء في نقطتين مهمتين لمحطات الطاقة الموجودة في إحدى المدن التي هي تعتبر قريبة وتعتبر حدودية طبعا مع أوكرانيا، ولكن أوكرانيا تهاجمها بالطائرات المسيرة. هاجمت محطات للطاقة ضربتها طبعا وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في المدينة في نقطة مباغتة للغاية. وكذلك في نفس الوقت أن المتحدث باسم مديرية المخابرات الأوكرانية الرئيسية بعد هذا الهجوم قال الحرب التي شنها الروس وصلت أخيرا إلى منازلهم. وأيضا كانت هنالك لقطات قد صورت من إحدى محطات الطاقة التي ضربت أساسا بطائرة مسيرة، وكانت ضربة كبيرة واشتعال كبير تم تصويره من قبل المواطنين الروس طبعا كما نشاهد هنا من هذه الانفجار، والانفجار الكبير الذي تسبب في مشكلة بالنسبة طبعا للروس بشكل عام. وإذا ما اتجهنا الآن إلى الشاشة لكي نلقي نظرة على طبيعة موقع هذه النقطة، هل فعلا هي ضربت في روسيا؟ هل فعلا أن هذه المدينة في روسيا أم أنها نقطة تسيطر عليها روسيا في الداخل الأوكراني؟ طبعا الحديث عن مدينة بيلغورد تحديدا هي التي استهدفت. وبالتالي عندما نلاحظ، نحن لسنا أمام الكثير من العلامات من هذه اللقطة التي شاهدناها، لكن نلاحظ بأننا أمام برج كهربائي بهذا الشكل نوعا ما بعيد، وأيضا أمام برج آخر نوعا ما واضح من هذا الاتجاه أنه قريب. إذن برج قريب، برج بعيد، وأيضا نلاحظ بأننا أمام علامات بهذا الشكل توضح لنا أين نحن في هذه المنطقة، وأيضا 1 2 3 بعض العلامات الواضحة من النقاط، ليست طبعا واضحة بسبب الحريق، بسبب النار، بسبب أنها في الليل، الدخان أضاع الكثير من العلامات التي ممكن أن نستفيد منها، ولكننا نحن أمام هذه العلامات. وأيضا أما اتجهنا في القمر الصناعي لكي نحاول أن نجد هذه النقطة الكهربائية إذا ما تطابقت معها بالاتجاه إلى مدينة بيلغورد. لاحظ هذه أوكرانيا، هنا روسيا، هذه بيلغورد واحدة من أهم نقاط الطاقة ومحطات الطاقة الكهربائية هي التي تأتي هنا إلى شمال شرقي بيلغورد الروسية. وبالتالي عندما ترى صورة واضحة نوعا ما نحاول أن نجد النقطة أين هي من الأبراج الكهربائية. أنت أمام أبراج كهربائية كثيرة هنا متراصة سوية، وأيضا نحن أمام أبراج أخرى، ودعونا نكبر الصورة قليلا لكي نأخذ صورة أوضح لهذا الموقع. بالتالي نحن أمام أبراج قريبة من بعضها البعض، وأيضا أبراج نوعا ما منفصلة عن بعضها البعض. البرجين كانا طبعا متقاربين عندما ألقينا النظرة عليه، وهذا يوضح بأننا أقرب أن تكون النقطة من هنا من إحدى هذه الأبراج تحديدا. وبالتالي إذا ما حاولنا الابتعاد قليلا الآن بالقمر الصناعي لنركز على جهة الغربية تحديدا ونحاول حسن الحظ، طبعا هنالك قدرة على الهبوط في القمر الصناعي في هذه المنطقة، وإذا ما حاولنا الهبوط بهذا الاتجاه وإلقاء نظرة على هذه المحطة لكي نحاول أن نجد هذه الأعمدة الكهربائية، هل سيكون ممكنا بالنسبة لنا بالهبوط طبعا على هذه المنطقة؟ نعود مرة أخرى بهذا الشكل، سنلاحظ بأننا قد هبطنا بنجاح إلى هذه النقطة. نحن أمام برج، برجين، 3 4، يجب أن نركز على رقم 3 ورقم 4 لسبب مهم، ولكن يجب أن نذهب إلى الشمال قليلا الآن فقط لنلقي نظرة صحيحة على هذا الموقع. وبالتالي إذا ما ذهبنا، دعونا مرة أخرى نعود، هذه هي الأبراج حقيقة الأمر التي يجب أن نركز عليها، 1 2 و3 و4، 3 و4 هي المهمة طبعا. إذن بالاتجاه قليلا إلى الشمال لكي نكون في وجه يقابل هذه الأبراج، هذين البرجين 3 و4 تقترب منهما، ستجد برج
بعيد، برج قريب، وهذه طبعا هي إشارة واضحة كما نلاحظ، إشارة نوعا ما متطابقة، 1 2 3 تبدو الأمور نوعا ما متطابقة بالنسبة لنا، يعني أن الانفجار يبدو بأنه جاء بهذا الاتجاه وبهذه النقطة التي ترونها، وبالتالي بالاتجاه بالقمر الصناعي الآن، وكما نلاحظ يعني نوعا ما الصورة تبدو متقاربة، وبالتالي إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي الآن ونحاول أن نهبط إلى هذه المنطقة لنحدد الأبراج التي حددناها قدر الإمكان والنقطة الأقرب لحقيقة ما جرى، فأنت مرة أخرى لنعود مرة ثانية لنأخذ الصورة بشكل أكبر لكي تتضح لنا، فها أنت أمام هذا البرج الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الثالث والرابع هنا، وبالتالي هذا يوضح بأن الانفجار تبدو أن هذه المحولة هي التي دمرت، هي التي اشتعلت، هي التي جرى فيها كل ما جرى، وبالتالي هذه المحطة هي كانت هدفا لطائرة مسيرة أوكرانية هجمت على هذه المنطقة، بالتالي أوكرانيا تهاجم البنى التحتية أيضا الروسية، وهذا يوضح جدية المعركة التي نتحدث عنها، أن الأمر ليس فقط فيما يجري في داخل أوكرانيا، بل الأمر أيضا فيما تقوم به أساسا أوكرانيا في هذه المعركة. بالتالي نحن فعلا أمام تطورات كبيرة، مساعدة يمينا وشمالا، معلومات استخبارية خطيرة، كلها سنحاول أن نناقشها مع ضيفنا المختص بمثل هذه المسائل عبر السكايب من لندن.